السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة الغداء بتاع النهاردة ده، على فكرة لسه تعبان عشان تبقوا عارفين صوتي ممكن يعني كح كح بتاع، تعذروني يعني. المهم ايه اللي وعليكم بالبرتقال في الكحة دي صينية لسان عصفور باللحمة المفرومة بالايه بالبشاميل، يعني زي صينية مكرونة بالبشاميل، بس دي لسان عصفور مكان المكرونة باللحمة المفرومة بقى، اللحمة الجميلة اللي احنا بنجيبها تمام، يعني اللحمه اللي احنا بنظبط اللحمه ظبطه جميله جدا بالدهن. عايزكم دايما تخلي بالكم يعني الدهن بتاع الدهن ما يقلش عن ربع، يعني كيلو لحمه حمراء على ربع كيلو ايه دهن. ودي صينيه ذره حلوه اللي هي الذره الصفراء، واخد بالك بالايه بال بايه ده بالموزاريلا، بالجبنه الموزاريلا. دي ذرة صفرة اللي هي الذرة الحلوة بالموزاريلا وبالخضار، وعليها خضار كمان وبتاع، بس هنكتشف بقى واحنا بناكل. بسم الله بسم الله. بسم الله. اهو لسان عصفور اللحمة المفرومة بالإيه بالبشاميل، البشاميل اللي معمولة البشاميل طبعا دي يا جماعة لها ظبطة، يعني عايزة إيه تتظبط، تطلع البشاميل عشان تطلعها مظبوطة عايزة ظبطة تمام تمام. خلاص نخش بقى على إيه، بس أنا عايز أشوف ال، والله يا جماعة برضه ده لسه سهيلة بنتي واخدين لها إجازة من الكلية عشان تخلي بالها مني أنا ومامتي. بسم الله ربنا يكبر بخاطرك. يا نهار ابيض حلو قوي، والله حلو قوي. اللهم صل على النبي. لا 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 لا، احلى من المكرونه والله، احلى من المكرونه. ها ما شاء الله. لا بتضحكوا عليها ولا ايه؟ الجمال. نشوف بقى ايه؟ ماشي. ديت دي فيها ذرة هي ذرة، وفيها جبنة موزاريلا، وفيها خضار، وفيها ايه كمان يا صاحبي؟ لا ولا بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض جميلة اوي بجد. لا لا كاسة، الله الله. حاجة ايه؟ حاجة ها؟ جبنة الريكفورد اللي هي الجبنة يا جماعة اللي هي اللي بنقول عليها دي أحسن جبنة في العالم. اللهم صل على النبي. لا 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 حلوة أوي، حلوة أوي أوي بجد. وكمان ده اللي لسان العصفور بالبشاميل ده وباللحمة المفرومة ده جديدة يعني. يا ولا الله، انصحكم نصيحة في دول البلد، ما تبطلوش اكل، ما تبطلوش شرب حاجات سخنة. الله الله انا عايز انصحكم دايما تجيبوا الذره الصفراء دي يا جماعه، يعني اللي بيحب الذره ما يجيبش الفشار لا يجيب الذره المعلبات ديت، في نوع حلو اللي هو كاليفورنيا جميل جدا جدا، بس تشوفوه بس تجيبوه من مكان ايه جمله عشان يوفر معاكم. بيتحط على اي وصفه بيبقى له شكل.
جميل. وبقى شوية الخضار، شوية الخضار اللي هما اللي بالموزاريلا دول، شوية الدغة والجبنة الموزاريلا والجبنة كمان اللي هي الكاف الريكفورد، عاملة طقوس جامدة جدا. أكلة جامدة يا جماعة. اه والله سؤال اللي عامله الحاجات دي يا جماعه، دول ربنا ينجحها انسانه بقى بابوها وامها. اي والله والله يعني بجد سابت شغلها ومصالحها وجمال. شوف بقى اللحمه، شوف كميه اللحمه هنا، بس بصراحه حاجه حلوه ما شاء الله. شوف بقى كمان مخافة من هنا بقى عشان معرف الفيديو ما بيخلص. شوفوا شوفوا الصفرة اللي انا بقول لكم عليها ديت. وبعدين الجبن يا جماعة بتحط على الأكل كل الوقت، أي جبن يعني، الجبن تحط على الأكل تعمل شغل جامد جدا وتعمل طعم وشخصية للأكل. أنا بتهيألي السر في المطاعم كمية الجبن اللي بحطها في الأكل. كلام شوية السر اللي في المطاعم في الأكلات بصفة عامة اللي في المطاعم. ها ها، ما هو ده نوع من الدسم يا سعيد، بس دي حاجة صحية. وجبنة نضيفة اللي احنا حاطينها دي، ريكفورد جبنة غالية جدا، والموزاريلا اللي احنا جايبينها برضه دومتي غالية. ها هاي يفكوا بقى معاك. حلو الوصف، حلو الوصف. كم وصفة حلوة جدا بجد والله، وصفة حلوة أكنك قاعد في يعني في مطعم، في مطعم فخم جدا. تمام، الطبق كل ده طبق له شخصية، وده طبق له شخصية مختلفة عن الطبق التاني. مش عايز أطول عليكم، ادعوا لي إن ربنا يشفيني والدور البردي، بس ما أكحش بالليل وأنا نايم عشان أعرف أنام. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.